والله ما شاء الله الشيخ عبد الله رحال من اي بلاد؟ من بلاد الشام سيدي. من محافظة ادلب السورية. وشيخه الشيخ عبد الله سراج الدين، وهو مشرفنا في دولة الكويت وزاير قبر الوالد سيد السيد هاشم السيد احمد الرفاعي وجناب شيخ الطريقة الرفاعي الصوفية. واليوم توفي عالم من علماء يعني اعتبر الكويت والشام، الشيخ محمد يوسف الجاهوش. التقيته سيدي؟ رحمه الله. كذلك لا لم نلتقي. سبحان الله. الله يرحمه. يا رب يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى هم الرحمة. أنتم منو مشايخكم في المدرسة الشعبانية؟ الشعبانية كان دكتور نور الدين عثور. أيوة رحمه الله. وكان الشيخ سامي البصمجي رحمه الله. آمين. وكان الشيخ زهير الناصر رحمه الله. آمين. حفظه الله سبحانه وتعالى. آمين. الشيخ عبد العزيز البوشي. وكثر من المشايخ. منهم من انتقل إلى رحمة الله، ومنهم من هم أحياء، نسأل الله سبحانه آمين وتعالى أن يدخل في عون الأحياء وأن يقويهم آمين وأن ينفع بهم. في الكويت الشيخ أحمد سرانك الحلبي بالسبعين كان مدرسة واد مع الإمام الشرعي، والدكتور عبد الله جيب سالم ومن الشعبانية، وهم الشعبانية والنبهانية والكلواتية. التلكاوية هي النبهانية نفسها بحلب، في مدرستين الشعبانية والتلكاوية اللي هي النبهانية. هم كلهم للشيخ يوسف النبهاني ولا محمد اسماعيل؟ الشعبانية الشيخ عبد الله سراج الدين، اما الكلتاوية للشيخ محمد النبهاني. رحمه الله. الشيخ المنشد النبي محمد نور الدملخي السبسب الرفاعي خريج انت الكرواتية ولا وين؟ ما شاء الله. انت وين درست مولانا؟ عندي معهد الان قائد الشمال السوري، معهد عبد الله بن حذافة السهمي، والحمد لله رب العالمين في قرابة 1100 طالب وطالبة يدرسون العلوم الشرعية، وعندنا مؤسسة لتحفيظ القرآن فيها قرابة 4000 طالب وطالبة يحفظون القرآن الكريم. ما شاء الله. في الشمال السوري. منو أسسها سيدي؟ عبد الله أبو عبد الحميد. اسمك الكامل؟ عبد الله مصطفى رحال. ما شاء الله. انت رحال و والله مسلم محمد وعلى سلم. من العلماء اللي في هذا المعهد؟ شنو اسم المعهد؟ المعهد هو معهد عبد الله بن حذافه السهمي. اصحابي جليل. صحابي جليل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، كان له قصه في الحروب الاسلاميه مع الرومان لما اسر، واكرمه الله سبحانه وتعالى بالتحرير. امين. قبله قبلها على راس طاغيه الرومان، فاطلق سراحه وهو سراح لاسفه، واستقبله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال حق على كل واحد منا ان يقبل راس عبد الله بن حذافه، فقبل راسه وبادر الصحابه بتقبيل راسه. وعلى قبل راسك سيدي. الله يبارك فيك. اي والله بالنيابه عنته. اقول سيدي توفي عفوا شهر 8 كان بالكويت المهندس فقيه محمد نور سويد الحلبي، التقيت فيه؟ كان هم له مؤلفات مع الوالد وكتب. سبحان الله. انتم بادلب حاليا؟ بادلب. ما شاء الله. يا رب يا رب يا رب. نبي دعائك عند قبر الوالد سيد ساشم السيد احمد الرفاعي الدين يرحمه، يرحمه الشيخ محمد يوسف الجاهوش توفي اليوم والجميع. يا رب. الفاتحه. اي والله سيدي. امين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحصرنا واياه تحت الله سيدنا محمد. امين امين. وجعل درجاته ان شاء الله. امين. وجعل الخير في ذريته الى يوم القيامه. امين. شكرا سيدي.